السلام عليكم طلاب الصف الخامس الابتدائي، معاكم ميس وفاء نادي، والدرس الثالث وهو مصادر الطاقة وتنميتها، وهو الدرس الأخير في الوحدة الأولى. مصادر الطاقة يعني إيه طاقة؟ هو أنا ينفع أشغل تلفزيون ومفيش كهرباء، أو عربية تدور من غير بنزين، أو آلة تشتغل وتدور من غير طاقة تشغلها؟ لأ، كل الآلات والأدوات والأجهزة اللي حوالينا دي محتاجة طاقة عشان تشغلها. طب يعني إيه طاقة؟ الطاقة هي كل ما ينتج عن احتراق الوقود، أو حرارة الشمس، أو قوة الرياح، أو تساقط المياه، أو حركة الأمواج. هي كل ما ينتج عن، يعني هي طالعة منين؟ ممكن أحصل على الطاقة إزاي؟ جاية نتيجة إيه؟ هي كل ما ينتج عن احتراق الوقود. احتراق الوقود اللي هو الفحم، البترول، الغاز الطبيعي لما يتحرق بيديه طاقة. يبقى أنا أول حاجة ممكن أجيب الطاقة منين؟ من احتراق الوقود بس، لأ كمان من حرارة الشمس. الشمس في حرارة بتديها لنا وفي طاقة بناخدها منها، يبقى أنا بجيب الطاقة منين؟ من احتراق الوقود. وإيه كمان؟ حرارة الشمس، وكمان قوة الرياح، حركة الرياح بتديني طاقة، أو تساقط المياه وحرق المية وحركة المية وحركة الأمواج والمد والجزر بيديني طاقة بستفيد منها، إن أنا بقدر أنتج طاقة، وده اللي هنشرحه بالتفصيل في الدرس. بس في الأول نفهم ونحفظ معنى كلمة طاقة. بتنقسم مصادر الطاقة إلى قسمين، عندي مصادر الطاقة قسمين، مصادر طاقة غير متجددة ومصادر طاقة متجددة. يعني إيه؟ مصادر الطاقة غير متجددة يعني طاقة بتخلص، لو استخدمتها هتخلص. يعني أنا لو عندي بنزين واستخدمته واستهلكته وأخدت منه، هيخلص في يوم من الأيام ولا لأ؟ هيخلص. طب لو عندي فحم وأخدت منه واستهلكته، هيخلص ولا لأ؟ هيخلص. وبرضو الغاز الطبيعي لو قعدت استخدمه هيخلص. علشان كده بسميه طاقة غير متجددة. يبقى الطاقة غير المتجددة هي المصادر التي تنفد، بتخلص باستهلاك الإنسان لها. طب أقدر أعوضها؟ لا، ولا يمكن تعوضها. هي عندي كمية فحم، كمية غاز طبيعي، كمية بترول، لو استهلكتها كلها هتخلص ومش هلاقي تاني. يبقى مصادر الطاقة غير المتجددة هي المصادر التي ايه؟ تنفد، بتخلص باستهلاك الانسان لها وما اقدرش اعوضها ابدا. ده التعريف بتاعها. مثل ايه؟ مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي. اما مصادر الطاقة المتجددة، لا دي بقدر اعوضها بقى، ما بتخلص. يعني الشمس بتخلص، الرياح ممكن يخلص، حركة المية هتنتهي؟ لا، دي حاجة موجودة كل يوم، ومهما استخدمتها ومهما استفدت بيها هي موجودة معايا ما بتخلص. يبقى مصادر الطاقة المتجددة هي المصادر التي لا تنفد باستهلاك الإنسان لها. يبقى الطاقة غير المتجددة بتنفد، وغير المتجددة لا تنفد. واحدة بتخلص مني، واحدة ما بتخلص. طيب الطاقة المتجددة مثل ايه؟ مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المياه. عرفنا يعني ايه طاقة غير متجددة وطاقة متجددة، والنهاردة هنشرح الطاقة غير المتجددة. قلنا الطاقة غير المتجددة فحم وبترول وغاز طبيعي. نبدأ بالفحم. الفحم بستخرجه منين في مصر؟ الفحم موجود في شمال سيناء، في منطقة اسمها منطقة جبل المغارة. يعني لو شاورت على جبل المغارة وقلت لك دي منطقة استخرج منها ايه؟ استخرج منها فحم. يجي سؤال يقول لك بما تفسر الأهمية الاقتصادية للفحم؟ الفحم مهم ليه؟ هتقول له مهم لأنه يستخدم في صناعة الصلب. الفحم بستخدمه بصنع منه الصلب، زي المسامير الصلب الجامدة القوية. يبقى الفحم بيستخدم في صناعة ايه؟ الصلب. بس نوع الفحم اللي بستخدمه في صناعة الصلب مش موجود عندي في مصر، فبستورده من الخارج. يبقى يستخدم الفحم في صناعة الصلب ويستورد من الخارج.
طب انا لو عندي فحم او بترول او غاز الطبيعي، الفحم اهم منهم ولا اقل اهميه؟ لا، الفحم اقل اهميه من البترول والغاز الطبيعي، لان الفحم عند استخدامه بيخرج كميه كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون وبيلوث البيئه، فاهميته الاقتصاديه بتبقى اقل من البترول والغاز الطبيعي. السؤال يقول لك: بما تفسر الفحم اقل اهميه اقتصاديه من البترول والغاز الطبيعي؟ ليه اقل اهميه؟ لانه يلوث البيئه، بيلوث البيئه. ليه بيلوث البيئه؟ فعندما يحترق تخرج منه كميات كبيره من غاز ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. اما البترول فهو تاني نوع من مصادر الطاقه غير المتجدده. البترول موجود فين في مصر؟ البترول انا ممكن استخرجه من حقول بريه او حقول بحريه. حقول يعني بحفر تحت الارض، حقول بريه تحت الارض، وبحريه لا بستخرجه من البحر. يبقى البترول ممكن استخدمه من ايه؟ حقول بريه وبحريه. طيب موجود فين في مصر؟ بيتركز فين؟ يتركز البترول في منطقه خليج السويس والمناطق المحيطه بيه. يبقى موجود فين؟ في خليج السويس بس؟ لا، كمان موجود في شمال الصحراء الغربيه. ايه هي الاهميه الاقتصاديه للبترول؟ بما تفسر الاهميه الاقتصاديه للبترول. ليه البترول مهم؟ لانه مصدر رئيسي للطاقة، من أهم مصادر الطاقة اللي بستخدمها البترول، فمهم جدا. اتنين، عند تكريره يعطي مشتقات متعددة. يبقى البترول مهم لأنه مصدر للطاقة. تاني حاجة، البترول عند تكريره بيعطي مشتقات متعددة. يعني ايه تكرير البترول؟ التكرير البترول هو عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي. يعني البترول لما بستخرجه من الارض ما بستخدموش زي ما هو، لا، ده بيدخل في عمليه اسمها عمليه تكرير البترول. ببدا اطلع منه بنزين، اطلع منه سولار، اطلع منه مازوت، بطلع منه حاجات كتيره. يبقى تكرير البترول، انا البترول لما بستخرجه بستخدمه زي ما هو ولا بطلع منه مشتقات كتيره؟ بطلع منه مشتقات. يبقى عند تكرير البترول بيعطي ايه؟ مشتقات متعدده، مثل البنزين والسولار والمازوت. يبقى عرفنا البترول بستخرجه من خليج السويس وشمال الصحراء الغربية. البترول مهم طبعا، ليه؟ لأنه مصدر رئيسي للطاقة، وعند تكريره بيعطي مشتقات متعددة. يعني ايه تكرير البترول؟ يعني بفصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي. طب ايه مشتقات البترول؟ بنزين، سولار، مازوت، وكمان بعض منه بيستخدم في صناعة خامات صناعية زي البلاستيك. النهاردة كمان هتكلم على الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي في مصر ممكن ألاقيه مع البترول، يعني لو أنا فتحت حقل بترول ممكن ألاقي معاه غاز طبيعي، وممكن ألاقيه لوحده في حقول مستقلة. يبقى يوجد في مصر الغاز الطبيعي، يوجد في مصر في حقول مستقلة أو مصاحبة للبترول. ايه اهم مناطق استخراج الغاز الطبيعي؟ موجود في حقل اسمه حقل ابو ماضي، وده موجود في شمال الدلتا، وهو من اهم الحقول الرئيسية لانتاج الغاز الطبيعي في مصر. بما تفسر الاهمية الاقتصادية للغاز الطبيعي؟ طب انا الغاز الطبيعي مهم بستخدمه طبعا. واحد، يستخدم في الاغراض المنزلية، هتلاقيه عندك في البيت، اللي هو غاز البوتاجاز اللي بشغل منه البوتاجاز وما بتستخدمه، ده الغاز الطبيعي. يبقى بيستخدم في الأغراض المنزلية. اتنين، يستخدم كوقود لبعض وسائل المواصلات، ممكن بعض العربيات بتشتغل بالغاز الطبيعي. تلاتة، يستخدم في توليد الكهرباء الحرارية. تمام، يبقى عرفنا ثلاث أهميات للغاز الطبيعي. بس قبل ما ننهي الدرس لازم نعرف ان من اكثر المناطق استخراجا للغاز الطبيعي في مصر هي منطقة البحر المتوسط. في الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم عن مصادر الطاقة المتجددة، وهنعرف الفرق بين الكهرباء الحرارية والكهرباء المائية. وبكده بيكون انتهى شرح درس النهاردة. اتمنى لكم التوفيق. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تتابعوا بقية فيديوهات الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.